السلام عليكم. عمرية عامرة، هادي جوج سبعة وسبعة وربعين دقيقة. حرارة 18. اليوم الأربعاء، اليوم 27 مارس. ندوزو على الهدي نشوفو واش تا هو عامر. هذيك أبو بلا شارع مولاي إسماعيل والعقبة ديال أبو بلا. كتبان لي الطريق عامرة يعني باش ندوزو على الهديم. أو نغامرو. شمشة تبارك الله هذا النهار هذا. كلشي بغى يهرب على شارع، مش بغى يدوز على شارع عبد الرحمن بن زيدان. ايوا وراه عرقلوها عرقلوها. كلشي بغى، وهذا دابا زيرني من زعما بحال هذا، ما عرفت بحال زعما راه غادي يعلي من عرفت فين خرج. خرج في الترطوار فاش دار من فوق القراسو قدامو الترطوار. اللي كيصوبوا البولات هما هادو. هادي مبلوكية، هادي مبلوكية تماما.
bagage complet. هاد العقبة شحال تضيع ديال المازوت، شحال تدير ديال التلوت، خصهم يشوفو حل لهاد الطريق هادا. طيب إلا كانت هي سيارة وحدة يعني راه الطريق كتمشي مزيان.
نزينوا هذه الواجهه بهذه الابواب هذو. كتشوف اش كنقولوا لها زيدي زيد زيد وهذا الهديم زي العابدين الحفرة تلاحظوا الريح غدا يكون ان شاء الله ساحي ولكن من بعد يمكن الخميس ان شاء الله يمكن الجمعه ان شاء الله تدخل بعض الامطار امطار وتولوج ان شاء الله بحول الله. شارع محمد السادس لاله الزويتينه على اليسار شحال هادي الناس القدام كانوا تيقدسوا حاجه كانت واحد شجره الزيتون تما سموها لاله الزويتينه لاله الزويتينه كان يعني واحد النوع ديال الحب الطبيعة البنادم كل شيء كان بعض المرات شي واحد في العائلة كيسمي ولدهم على باهم اللي كيتزادوا مثلا الدراري يعني الأولاد يعني دابا هذاك مثلا ولد خوهم أو ولد ختوهم سميت باهو شعيطو تعيطو له بابا تبقاو شعيطو له سميتو مثلا محمد ولا ولا عبد الرحمن ولا لا واحد باهم سميتو عبد الرحمن تيوليو يعيطو للولد بابا او لا حتى البنت الا كانت بسميت جداتو كيعيطو لها ماما وعاد تيقولوا سيدي بابا ولا لا ماما بحال القضيه ديال سميت سيدي في القصور مثلا في عهد الحسن الثاني كان هنا كان واحد الحسن يمكن رجل عمه الملك يمكن لا بقيت عاقل المهم سميتو حتى هو مولاي الحسن سميتو الحسن تعيطولوش حسن حتى في مكناس يقولوا سميت سيدي يعني سميت الملك سميت سيدي
الناس مكانس الاسماعيليين والبخاريين والعلويين هاد المسألة عندهم عادية معروفة يعني عارفينها مزيان. عائلة المكانسة القدامى هاد الوقت يعني من مور الجوج ما خاص الإنسان يتحرك. ما نكلاكسونيش عليك واخا تنعسي تما اصلا راه يزيدوا جوج متر وغادي يوقفوا. الحرارة وصلت 20 ولكن ما نعرفش واش هي من اللي الزحام ولا من قبيله وحنا جايين في 19. دابا هذه 3:03 دقائق هذا رياض مولاي مليانة على اليمين، هذا المسجد ديال مولاي مليانة، حنا غادي نتقادو معاه. هنا هاد الضو هذا كيتعطو، هاد الضو هنا نتاع مولاي مليانة، تقاطع نتاع شارع محمد السادس هو هذا اللي رحنا فيه، وكاين شارع عبد الكريم الخطابي على اليسار وشارع النصر على اليمين. حقيقة كنت تلقوه شارع عبد الكريم الخطابي حتى شارع النصر، ولا تعطوه سمية أخرى غير شارع النصر، تعطى السمية عن الشهداء عندنا الأدباء عندنا العلماء